اسمحوا لي النهارده هقول لقطه الاسبوع ناخدها بدري شويه لانها مرتبطه بشكل غير مباشر باللي اتكلمنا فيه دلوقتي. امبارح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي نشر صوره ليه مع فتاه مصريه بتخبز عيش في مكان مطعم او حاجه مكان عملها يعني. صوره جميله جدا وابتسامه ومشهد رائع ولا اروع، وكمان تعليقه على الصوره كان حلو قوي. اتكتب بثلاث لغات، اللغه العربيه والانجليزيه والالمانيه. كولر قال: منذ آلاف السنين اعتبر المصريين القدماء الخبز مصدراً للحياة، حتى في اللهجة المصرية تستخدم كلمة عيش بمعنى خبز للإشارة إلى الحياة. مثل الخبز العيش يتطلب الأمر الكثير من الجهل والصبر والشغف لتحقيق أهدافك. وأنهى: المصريون يقولون كلمة كلت معاك عيش وملح، أي تبقى دائماً العهد بيننا كأخوة والأخوة إلى الأبد يعني. يعني يتبقى العهد بيننا كأخوة للأبد أو أخوة للأبد. الكلمة دي والصورة دي أجمل دعاية لمصر ومن راجل مخلص ومحب للبلد اللي عايش فيها. كمان الكلمة دي بتأكد أن ثقافة الكوادر الراقية أو يعني الناس الراقية زي كولر والرقي اللي هم عايشين فيه وكلامه عن الحضارة المصرية بالشكل الرائع ده فعلا شيء ما يعديش كده مرور الكرام بعد الخبر اللي فات بتاع يعني كلاتنبرج. شوف بقى النادي الأهلي بيقدم كولر إزاي. شكرا لمارسيل كولر انك قدمت صوره حلوه عن مصر في وقت بعض المصريين للاسف تسببوا في ازمه شوهت صوره الكره المصريه في الصحافه العالميه. يعني انا فعلا بشكر هذا الرجل من قلبي، وده يمكن يكون علاج مؤقت للشكل او للصوره بتاعتنا بره في الوقت الحالي بعد ما حصلت المشكله بتاعه كلاتنبرج. انا تعمدت ان احنا نجيب اللقطه دي لقطه الاسبوع لان هي ربطناها بالموقف اللي فات بتاع كلاتنبرج وال مش هقول أندية تانية يعني أو أشخاص تانية، لكن الصورة اللي اتنقلت لمصر مش حقيقية بدليل كلاتنبرج وبدليل مارسيل كولر. كلاتنبرج عنده استعداد للتفاوض ومارسيل كولر بيقدم صورة مصر الحقيقية. ده الناس اللي بتعيش في مكان راقي بتشوف إن دي صورة مصر الحقيقية. حقيقة فعلا فعلا لازم نشكر الراجل ده بره مجال الرياضة، بره ماتشات الكورة، بره الكلام ده كله. لا، هو قدم دعاية لمصر كويسة، قدم لفظ رغيف العيش بشكل كويس جدا. احنا فعلا اللي بياكل معانا عيش وملح ما بننساش ده، اللي بياكل في مصر عيش وملح ما بينساهوش، والمصريين ما بينسوش العيش والملح ابدا.